بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد بها استعداد للموسم الجديد بعد الثلاثية التاريخية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وآخرها بطولة كأس مصر بعد ثنائية الدوري ودوري أبطال إفريقيا. يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم للمرحلة اللي جاية. موسم مليء بالبطولات والمباريات، موسم شاق بالتأكيد، لكن هناك استعدادات خاصة بالنسبة للمرحلة القادمة إن شاء الله. لكن بشكل عام نختم النهاردة بسؤال كنا طرحناه على مدار الأسبوع الماضي، سؤال كان ليه دور معنوي كبير جدا مع كل اللاعبين والجهاز الفني والجماهير أيضا اللي شاركت أو حتى لم تشارك. الرسالة المعنوية والرسالة الإيجابية اللي وجهتها جماهير النادي الأهلي في كل مكان، وللنهاردة هنختم بيها هذه الجزئية. وجه رسالتك للجهاز الفني واللاعبين والدعم سواء في الفترة السابقة أو حتى الفترة القادمة. شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنعرض أكبر قدر من مشاركات كل الجماهير في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن ندخل في عناوين الحلقة، والنهاردة معنا ثلاثة عناوين بالنسبة لاستعدادات الفريق في المرحلة القادمة. نبدأ مع بعض في ترند الأهلي. الفريق الأول يبدأ الاستعداد لانطلاقة الدوري، وكمان في ترند الأهلي، الأهلي ينافس على جائزة نادي القرن 21. وفي الترند العالمي، صلاح في صراع شرس على جائزة لاعب القرن. كل التوفيق للنادي الأهلي داخل في منافسة قوية جدا وتصويت على جائزة أفضل نادي في القرن 21. الحمد لله النادي الأهلي في التصويت الجمهور قايم على أكمل وجه بدور قوي جدا للتصويت للنادي الأهلي. لكن النهاردة في مباريات مثيرة وقوية في الجولة الأخيرة من مباريات دوري أبطال أوروبا. نبدأ مع بعض في مباراتين الساعة 8 إلى 5. زينيت سان بيترسبرج الروسي هيلعب مع بروسيا دورتموند الألماني، ولاتسيو الإيطالي هيلعب مع كلوب بروج البلجيكي. لكن الساعة 10 مساء في 6 مباريات في توقيت واحد، تشيلسي الإنجليزي مع كراسنودار، رين مع إشبيلية، برشلونة مع يوفنتوس، ودي أقوى مباراة اليوم بالتأكيد كل الأنظار عليها، برشلونة بقيادة ميسي أمام كريستيانو رونالدو مع اليوفي. دينامو كييف هيلعب مع فرانك فروزي، وباريس سان جيرمان مع باشك شهير، وفي الختام مباراة لايبزيج مع مانشستر يونايتد. الجولة الأخيرة جولة الحسم والمصير للتأهل الأدوار التالية في دوري أبطال أوروبا. ولكن بعد الفاصل عندنا تفاصيل كثيرة، ولكن في فقرة ترند الترند بالتأكيد كلام يهم جمهور النادي الأهلي، وأيضا كمان كلام متعلق بالمرحلة القادمة محليا وإفريقيا. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند الترند. دايما ترند الترند بيكون في كلام وتفاصيل مهمة بالنسبة لكل المشاهدين، والنهاردة احنا معانا موضوع مهم جدا متعلق بالبطولات الإفريقية ومصير البطولات الإفريقية في المرحلة القادمة. في كلام كتير عن مباراة السوبر، لكن هنتكلم في وقتها أول ما يكون في جديد خلال الساعات اللي جاية، لأن لسه في اجتماع يوم الخميس القادم بالنسبة للمكتب التنفيذي، لأن أنا شايف في حالة بلبلة وأخبار كتيرة غير صحيحة موجودة عبر السوشيال ميديا. لكن الخبر الإيجابي اللي عايز أبرزه في هذه اللحظات، النادي الأهلي فائز بدوري أبطال إفريقيا منذ أيام قليلة. طبعا جائزة هذه البطولة بالنسبة للحامل اللقب والفائز باللقب 2.5 مليون دولار. طبعا هذه الجائزة المالية زادت على مراحل معينة، لكن المفاجأة اللي عايز أعلنها لكل مشاهدي قناة الأهلي وكل مشاهدينا في الوطن العربي، رقم 2.5 مليون دولار هذا الموسم هو آخر موسم بالنسبة لهذه القيمة المالية اللي تم اعتمادها من الاتحاد الافريقي خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي ده معناه ايه؟ معناه ان في الاجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس هيكون فيه مقترحات لزيادة المخصصات والجوائز المالية بالنسبة للبطولات الافريقية الموسم القادم. طيب هنعرض مع حضراتكم على الشاشة القيم المالية لدورة ابطال افريقيا اللي كانت موجودة في الفترات السابقة، والاعتماد اللي تم للبطولات اللي تمت من 2016 حتى 2020، لأن القيم المالية اللي تم اعتمادها في اجتماع يوم 18 نوفمبر 2016 خصصت وأعلنت أن دورة أبطال إفريقيا قيمته زادت من 1.5 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار، بزيادة قيمتها 66.6 من عشرة. الوصيف
بعد ما كان بياخد مليون دولار بقى ياخد مليون ومئتين وخمسين ألف دولار، فالزيادة بقت 25%. المهم في الشأن ده وفي الكلام ده إن دوري أبطال إفريقيا عام 2020 هي آخر نسخة بهذه القيم المالية اللي قدامكم على الشاشة. بدءا من بطولة 2021 هيكون في قيم مالية جديدة لدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة اللي جاية. الزيادة اللي تمت في الأربع سنين اللي فاتت كانت بنسبة 66%، يعني زادت مليون دولار. المقترحات اللي داخلة في المكتب التنفيذي في اجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة موازنة العام القادم 2020-2021 قد تزيد قيمة المسابقة. بعد ما كان الفائز بيحصل على 2.5 مليون دولار قد يحصل من 3 إلى 4 مليون دولار، وبالتالي قيم المالية ومخصصات الفائز بدوري أبطال إفريقيا هتتضاعف بنسبة كبيرة جدا، وده بيدي قوة وأهمية لدوري الأبطال خلال الفترة اللي جاية. طيب بالنسبة للكونفدرالية أيضا كان الفائز بياخد 660 ألف دولار، لكن الزيادة تمت ب 90% وأصبح الفائز بياخد مليون و 250 ألف. أيضا هذا الرقم هو آخر رقم للسنة دي 2020، من العام القادم هتزيد القيم المالية لكأس الكونفدرالية. طيب كأس السوبر الإفريقي برضو انفراد لينا، وإحنا بنعرض لكم القيم المالية للأندية اللي بتاخد الجوائز المالية بالنسبة لدور الأبطال والكونفدرالية. كأس السوبر الإفريقي، كأس السوبر الإفريقي البطولة القادمة ما بين الأهلي ونادي بركان، الفائز سيحصل على 100 ألف دولار، والخاسر بيحصل على 75 ألف دولار. هذه القيم المالية أيضا تم اعتمادها في آخر أربع نسخ أو آخر ثلاثة نسخ لكأس السوبر، والنسخة الحالية هتكون النسخة الأخيرة لكأس السوبر بهذه القيم المالية. بمعنى أدق بعد 2020 هذه البطولات بيكون في اعتماد لقيم مالية جديدة بقرار من المكتب التنفيذي، وبالتالي كأس السوبر القادم هتكون آخر بطولة الفائز فيها بياخد 100 ألف دولار، وهتزيد المخصصات خلال الفترة اللي جاية. ده شيء إيجابي جدا وشيء مميز جدا، ودي يعني طبعا أخبار جيدة لكل المتابعين ولكل المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي، وأصلا كمان كل المتابعين للكرة الإفريقية من خلال برنامج الترند، إن الفترة اللي جاية في زيادة للقيم المالية للبطولات الإفريقية بعد نهاية الاعتماد المالي في 2020. القيم المالية بتزيد على حسب وعلى حسب النسب، ممكن بتزيد ل 90% زي ما حصل في الكونفدرالية، ممكن تزيد بنسبة 66% زي ما حصل في دوري الأبطال، وممكن تزيد من 33 ل 50% زي ما حصل في كأس السوبر الإفريقي. لكن بشكل عام الجوائز المالية للبطولات الإفريقية هيكون فيها زيادة جيدة في الموسم المقبل. جائزة دوري الأبطال قد تصل إلى 4 مليون دولار، وده رقم بالتأكيد هيكون كبير جدا، خاصة إن في حجم مصاريف كبيرة جدا على الأندية، وده طبعا راجع وناتج بسبب إن هيبقى في مصاريف كتيرة بسبب المساحات الطبية وتأثير الكوفيد 19 على كل الأندية، فبالتالي المخصصات هتزيد لتعويض الأندية. وفي النهاية هي أرقام أعتقد هي سبق هنا لبرنامج الترند بالنسبة للمرحلة الجاية، والأرقام اللي أعلناها من لحظات قليلة واللي كانت على الشاشة دي لأول مرة الناس بتشوفها بشكل رسمي، لأن أنت بتوصل لمرحلة أنك جائزة دوري أبطال إفريقيا في مجموعها سواء البطل أو حتى الخاسر من دور المجموعات، الاتحاد الإفريقي بيصرف ما يقرب من حوالي 12 مليون و500 ألف دولار، بتتراوح ما بين الفائز بياخد 12.5، الخاسر او الوصيف بياخد مليون 250، السيمي فاينل اللي بيخرج من السيمي فاينل بياخد 875 ألف دولار، مرحله الكوارتر فاينل دور الثمانيه 650 ألف دولار، ودوري المجموعات بتتراوح القيم ما بين 550 ألف دولار بالنسبه للمركز الثالث والرابع اللي بيخرجوا من البطوله. لكن دور ال 32 ما فيش اي مخصصات ماليه بالنسبه للانديه اللي بتخرج مبكرا سواء في التمهيدي او في مرحله دور ال 32. كل التوفيق يا رب في الفترة اللي جاية. النادي الأهلي فائز برقم جيد، دوري الأبطال 2.5 وكأس العالم للأندية هيكون فيه 2.5، والموسم القادم الأرقام بتتضاعف وهيكون فيه زيادة. كأس السوبر الإفريقي في أخبار وفي تفاصيل، لكن هنقولها في حينها وقبل اجتماع إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، لأن بالتأكيد هيكون فيه تفاصيل جديدة، وجمهور النادي الأهلي مهتم جدا بمباراة الأهلي ونهضة بركان على السوبر الإفريقي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام أيضا مهم جدا ولكن في ترند الأهلي، واليوم بداية الاستعدادات الجادة للموسم الجديد وأول مران بعد الراحة السلبية بعد الفوز بكأس مصر والثلاثية التاريخية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي هنشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا واللي اتكتب عن الاهلي خلال الساعات القليله الماضيه. طبعا بنتكلم على ابطال الثلاثيه. الاهلي حاليا دخل العالميه وبيستعد لبطوله كاس العالم للانديه، فبالتاكيد في تفاصيل كتيره. نبدا مع بعض بالنادي الاهلي ينافس ريال مدريد وبرشلونه وباير ميونخ على جائزه نادي القرن ال21 من خلال جلوب سكر في المرحله الثانيه من التصويت. ده تصويت للأندية اللي ممكن تكون الأفضل والأقوى والأشهر في القرن ال21. ده شايفين الأهلي مع برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ أسامي أندية عالمية، وطبعا نادي الريال كان النادي الملكي كان أرسل تهنئة للنادي الأهلي على فوزه بالبطولة التاسعة دوري أبطال إفريقيا. طيب بنكمل مع بعض، وبالتأكيد الجمهور لازم يكون له دور في مسألة التصويت على هذه الجائزة. الصفحة الرسمية لفي الجول على الفيسبوك كتبوا كبير أفريقيا ينافس كبار العالم على لقب تاريخي. رسميا الأهلي ينافس برشلونة وريال مدريد وبايرن على جائزة أفضل أندية القرن ال21 من خلال جلوب سكر. للتصويت على الجائزة في لينك موجود للتصويت على الجائزة، وده لقب تاريخي. جمهور النادي الأهلي هيكون شريك أساسي في حصول النادي الأهلي على هذه الجائزة الكبيرة. معنا أيضا كمان من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك نشروا تاريخ الأهلي، وإن ثلاثية الموسم المنقضي لم تكن الأولى في التاريخ وبإذن الله لن تكون الأخيرة. فبلوغ منصات التتويج عدة مرات في الموسم الواحد عقيدة تاريخية تتوارثها الأجيال لدى أبناء القلعة الحمراء. الأهلي البطل التاريخي للكرة المصرية والأفريقية، وقدامنا الثلاثيات اللي اتحققت الفترة الأخيرة والرباعية كانت موسم 2008-2009 والخماسية مرتين. هنرجع لها لأن هذه الإحصائيات تاريخية، عليك كأهلاوي أن تفتخر بقيمة ومكانة النادي الأهلي العريق. لكن أروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نطمن على استعدادات النادي الأهلي، والنهاردة ضربة البداية بالنسبة للاستعدادات للموسم الجديد. معانا على الهواء مباشرة الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب مختار التتش. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك يا زميلي محمد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن ستارت البدايه، ضربه البدايه زي ما بتقول، الدوري الممتاز اللي هيكون يوم الاحد باذن الله على استاد الاهلي والسلام، مباراه مصر المقاصه، يا رب باذن الله يكون فوز جديد للنادي الاهلي ونفتتح بطوله الدوري بثلاث نقاط يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان باذن الله نقدر نحافظ على اللقب الغالي لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن بعد راحه استمرت 48 ساعه، اليوم الاهلي استأنف تمريناته، يمكن مستر موسيماني عمل محاضرة مع اللاعبين في أرض الملعب حوالي 20 دقيقة اتكلم فيها بقى عن غلق الصفحة تماما. الصفحة الماضية طبعا بطولة أفريقيا، بطولة كأس مصر، تركيز في البطولات القادمة، بطولة الدوري اللي هتكون يوم الحد، بطولة السوبر الأفريقي، بطولة السوبر المصري، التركيز عشان نقدر نفنش أكبر عدد من البطولات في الموسم الجديد. وكان ليها يمكن كان محاضرة قوية جدا، اتكلم كمان على الأداء وعلى شكل الأهلي في الفترات المقبلة، وطالب اللعيبة بتحقيق أداء افضل لكل جماهير النادي الاهلي، واتكلم ان كل هياخد فرصه في الفترات المقبله، هيعتمد على القائمه كلها علشان الموسم مضغوط، فيعتمد على كل اللاعبين. مطلوب بس من كل اللاعبين الاجتهاد في التمرين والتركيز وتنفيذ التعليمات عشان يكون ليه مكانه في التشكيله الرئيسيه. يمكن ده كانت ابرز المحاضره اللي اتكلم فيها مستر موسيماني مع اللعيبه اللي استمرت حوالي 20 دقيقه. النهارده حضر يمكن نجم من نجوم النادي الاهلي التمرين من الزمن الجميل للنادي الاهلي، الجيل الكبير العظيم اللي اتفرجنا ومتعنا بطولات. النهارده كان حاضر وائل جمعه صخر دفاع النادي الاهلي، يمكن حضر المران واتفرج على المران. يمكن مستر موسيماني رحب بيه ترحيب شديد جدا واتكلم معاه عن جيله، جيل ابو تريكه، جيل بركات، جيل وائل جمعه، يمكن سيد معوض، جيل كبير جدا للنادي الاهلي. يمكن موسيماني فاكرهم بالاسم واتكلم معاه عن الانجازات اللي اتحققت في عهد مانويل جوزي. يمكن النهارده كان تمرين بدني قوي جدا، يمكن استمر فتره حوالي ساعتين، فيها ساعه ونص حوالي بدني بالكوره، والراجل مدرب الاحمال بيشتغل بدني بالكوره، واختتم بتقسيمه كبيره جدا بطول الملعب تالق فيها اليوم ولفت الانظار قفشه، كهربا، صلاح محسن، لعيبه كتيره النهارده، احمد ياسر ريان. وبطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي بيشارك الثلاثي اليوم بعد العوده من سلبيه الكورونا. وليد سليمان نجم من نجوم النادي الاهلي وحاوي النادي الاهلي، اليو ديانج النهارده بيشارك وبيطمن كل جماهير النادي الاهلي، واحمد ياسر ريان النهارده بيشارك. يمكن الثلاثه النهارده بيشاركوا في التمرينات، الحمد لله لا توجد اصابات بكورونا، يا رب باذن الله يحمي كل لاعبي النادي الاهلي ويكون اللي جاي كله خير للنادي الاهلي. معاك زميلي محمد لو معاك اي استفسار. شريف عايز اسالك على جونيور اجاييه، النهارده دخل في التقسيمه الجماعيه ولا لسه الجهاز الطبي محتاج يدي فرصه اكتر لجاي الفتره الجايه للتاهيل والتجهيز مع الفريق؟
جونيور عجاييه عنده فحوصات، عنده اشاعات اتعملت هتتعرض على اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي ويقرروا بقى حالته. هيغيب قد ايه؟ لسه بكره هيبان الاصابه بالظبط ايه، هي في كاحل القدم. بكره باذن الله هنعرف مده غياب عجاييه بعد العرض على اللجنه الطبيه، ولكن الى الان لا توجد اي معلومه رسميه عن مده غياب جونيور عجاييه. طيب ردود الافعال، اكيد طبعا الصخره وائل جمعه كان اخر كابتن للنادي الاهلي، فاز بدوري ابطال افريقيا عام 2013، وبعد 7 سنين محمد الشناوي فاز ككابتن للفريق وحمل كاس افريقيا لدوري الابطال. اطراف الحديث، انطباع وائل جمعه، انطباع اللاعبين خاصه اللاعبين الجدد لما يشوفوا رمز كبير من رموز الجيل التاريخي كالصخره وائل جمعه موجود في ملعب مختار التتش. يمكن قبل بترحيب شديد، وممكن من مستر موسيماني زي ما قلت لك، محمد الشناوي، وليد سليمان، الذكريات الجميله مع طبعا نجم صخره دفاع النادي الاهلي وائل الجمعه. زي ما قلت لك موسيماني اتكلم معاه كتير وكمان حضر التمرين يمكن قبل نهايته بشويه. اسطوره النادي الاهلي، رئيس مجلس ادارته الكابتن محمود الخطيب، وكان حريص طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن وائل الجمعه يقعدوا معاه حوالي 10 دقائق. يمكن الكابتن الخطيب شاهد بائق المران لوحده وكان سعيد جدا بأداء لاعبي النادي في التقسيمه الكبيره النهارده. الكل سعيد بالانجازات اللي اتحققت في الفترات الاخيره، كل البطولات اللي اتحققت في الفترات الاخيره، الثلاث بطولات، بطوله الدوري، بطوله افريقيا، بطوله كاس مصر. فباذن الله يا رب يكون اللي جاي كله خير وانتصارات للنادي الاهلي. شايف الابتسامه يا شريف، يعني السمه الغالبه والصوره اللي واضحه للناس ان في ابتسامه داخل المران. اعتقد الروح المعنويه سواء على الاداره وعلى الجهاز وعلى اللاعبين، حتى على النجوم، نجوم الكره في النادي الاهلي السابقين زي وائل جمعه، اعتقد دي مؤشرات ايجابيه لان المرحله الجايه هيكون فيه ان شاء الله حاجات ايجابيه، لان لسه في رباعيه السوبر الافريقي، الخماسيه، السوبر المصري، وموسم طويل هيكون فيه ضغط مباريات كتير ان شاء الله. طبعا الابتسامه تعلو الوجوه، ما فيش احسن من الانتصارات. الانتصارات يعني الابتسامه، البطولات يعني الابتسامه. فالحمد لله يعني ما شاء الله نمسك الخشب، الاهلي ما شاء الله متفوق في هذه الجزئيه، الكل مبتسم، الكل سعيد، ولكن الجديه والتركيز في مران اليوم علشان خاطر كل ينال ثقه مستر موسيماني عشان يقدر يعتمد عليه الفتره المقبله. احمد ياسر ريان، اليو ديانج العائد، وليد سليمان، صلاح محسن، محمد شريف النهارده بيعمل تمرين ولا اروع ولا اجمل، الكهرباء النهارده بيتالق، افشه، كله بيحاول يثبت نفسه الراجل عشان الفترة المقبلة يقدر يشارك بصفة أساسية مع باقي زملائه وتحقيق الانتصارات طول والآخر بإذن الله. دخلنا مرحلة الجد يا شريف بقى، مباراة المقصة، وأعتقد خلاص خلال 48 ساعة الفريق هيدخل معسكر مغلق وبيستعد لأول مباراة الدوري. لازم الانطلاقة والبداية تكون قوية وجيدة كالعادة طبعا، وده اللي حذر عليه مستر موسيماني واتكلم فيه مع اللعيبه. الستارت القوه، تبدا عاوز تفنش البطوله بدري بدري، ابدا استارتك يكون قوي جدا عشان تقدر تحافظ على البطوله المحبوبه لدرجة جماهير النادي الاهلي، وبالفعل اتت ثمارها في التمرين اليوم. اكيد كل اللعيبه موجوده الحمد لله، الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، الكل متواجد. الكل متواجد، يمكن مروان عنده اجهاد عام، كمان يومين هتكون في التمرين باذن الله. يمكن طاهر، محمد طاهر عنده 3 غرز في يعني مقدمه الراس، ممكن بكره باذن الله يكون بشكل كبير جدا موجود بكره في التمرين. يمكن حسين الشحات اشتكى من اصبع القدم، بكره باذن الله ممكن يكون موجود بكره في التمرين. يعني بكره هتلاقي الاغلبيه العظمى موجوده في التمرين بجانب النهارده اللي كانوا جاهزين، او الاغلبيه العظمى النهارده كانت موجوده في التمرين. ولكن حراسه المرمى طبعا النهارده تمرينه قويه، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبيره، كل اعلن جاهزيته. طبعا لقاء مصر المقصه اللي هيكون يوم الاحد باذن الله. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من ملعب مختار التتش وضربه البدايه لاول تدريب للفريق بعد الثلاثيه التاريخيه استعدادا للموسم الجديد. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين هنناقش النهارده جزء متعلق بالاحصائيات والتاريخ والارقام التاريخيه اللي حققها الاهلي خلال الفترات السابقه ما بين ثلاثيه ورباعيه وخماسيه، وايضا كمان هنتكلم على التحدي الموجود في الفتره اللي جايه للحفاظ على الثلاثيه التاريخيه والتحضير للرباعيه والخماسيه. في ارقام كتير وفي موضوعات كتير، لكن في هذه اللحظات يعني دعوني ارحب طبعا بالزميل العزيز الاستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كوره. استاذ كريم مساء الخير عليك، واخبارك ايه؟ مساء الخير يا محمد، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وحشني جدا، ودايما بستمتع بصراحه بارائك وبتحليلك الواقعي والمنطقي، وبالتالي الواقعيه والمنطقيه تخليني اسالك في البدايه على ما بين
شعور الجماهير بالثلاثيه التاريخيه والتحضير نعم. للرباعيه والخماسيه. هنا في ارقام تاريخيه كتير الجمهور محتاج يسمعها منك، وايضا كمان عايزين نتكلم عن المرحله اللي جايه باذن الله. نعم طبعا، هو في البدايه محمد لازم نوضح للساده المشاهدين واللي بيسمعونا دلوقتي يعني ايه كلمه ثلاثيه وايه هي كلمه ثلاثيه متعارف عليها عالميا. كلمه ثلاثيه هي التريبل باللغه الانجليزيه، وهي ان الفريق يكسب الثنائيه المحليه اللي هم الدوري والكاس، وياخد في نفس الموسم، في نفس الموسم مش السنه، في نفس الموسم بطوله دوري الابطال في القاره اللي هو بيمثلها. يعني اي نادي اوروبي ياخد الثلاثيه امتى؟ لما يكسب الدوري والكاس ويكسب دوري ابطال اوروبا، دي بنسميها ثلاثيه. وعلى نفس المنوال هذا الامر في القاره الافريقيه، النادي يكسب الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا يبقى حقق الثلاثيه. تمام كده؟ تمام متفقين. الخماسيه ايه هي؟ انك تضيف السوبر المحلي والسوبر القاري، يعني تكسب، يعني انت كسبت الدوري تكسب بقى السوبر وتكسب السوبر القاري، يبقى انت كده خدت الخماسيه. وطبعا الكلام على الثلاثيه كتير ليه اليومين دول؟ لان النادي الاهلي السنه دي بالفعل حقق لقب الثلاثيه، كسب الدوري وكسب الكاس لموسم 2019 2020، وكسب لنفس الموسم دوري ابطال افريقيا بنفس في القاره بتاعته، ودي المره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي اللي حقق فيها الثلاثيه بعد موسمي 2005 2006 و2006 2007. الامر طبعا كان عامل شويه جدل، بس الحمد لله اعتقد امبارح كلنا حسمنا الامر، دي المره الثالثه دي النادي الاهلي حقق فيها الثلاثيه. اكيد. طيب لو هنتكلم على الخماسيه هنا بقى بنخش في مرحله الموسم 2005 2006 وموسم كمان 2006 2007. نعم خليني اشرحها لك. في 2005 2006 النادي الاهلي لاعب نادي انبي ماتش السوبر المصري، كان النادي الاهلي هو حامل لقب دوري 2004 2005، ونادي انبي كان حامل لقب الكاس، ولعبوا ماتش السوبر لو نفتكر في ملعب المقاولون العرب، والمباراه ساعتها فاز فيها النادي الاهلي في الوقت الاضافي بهدف نظيف للكابتن وائل جمعه اللي كان مشرف التتش النهارده. ده كان سوبر 2005 2006، اول بطوله النادي الاهلي حققها في الموسم ده. وفي نفس الموسم النادي الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا في شهر نوفمبر 2005، اللي الناس عندها غلطه بيحسبوه مع موسم 2004 2005. لا، دوري ابطال افريقيا السنه 2005 لما النادي الاهلي كسب النجم الساحلي في ماتش العوده 3-0 في ملعب الكليه الحربيه كان في شهر نوفمبر 2005، اللقب ده بيتحسب في موسم 2005 2006، لان موسم 2005 2006 كان بدا رسميا في شهر سبتمبر من عام 2005. والبطولات الافريقيه كريم في التوقيت ده كانت بتبدا من فبراير تنتهي في نوفمبر، ففي نفس السنه الميلاديه. برافو عليك، كانت بتتلعب في سنه واحده، على عكس دلوقتي احنا بدانا نلعب دوري ابطال افريقيا بنظام الموسم زي الدوري، بنبدا في نوفمبر ومفروض نفنش في مايو، بس طبعا عشان خاطر ظروف كورونا فنشنا السنه دي في نوفمبر. تمام كده؟ طيب تمام. النادي الاهلي لما كسب دوري ابطال افريقيا قدام النجم الساحلي اتاهل انه يلعب كاس السوبر الافريقي في شهر فبراير 2006 قدام الجيش الملكي المغربي، وساعتها كسب بالظبط بركلات الترجيح في استاد القاهره باللقب، وده كان السوبر الافريقي، وبالتالي النادي الاهلي ساعتها حقق الدوري وكسب الكاس فاينل الكاس في صيف 2006 لما كسب نادي الزمالك 3-0. مظبوط. يبقى هنا النادي الاهلي حقق خماسيه. طيب مزبوط. موسم 2006 2007 برضه بدا بفوز النادي الاهلي بكاس السوبر على حساب نادي انبي، كان ساعتها اللائحه بتقول ان المتصدر الدوري بيلاعب الوصيف لو هو جمع ما بين الدوري والكاس زي النظام اللي وقت اتحاد الكوره، هي اللائحه رايحه جايه على حسب الظروف. بالظبط كده. فساعتها النادي الاهلي كسب نادي انبي 1-0 بجون ابو تريكه اعتقد قبل النهايه بحوالي دقيقتين او 3 دقائق، والمباراه كانت في استاد القاهره. تمام كده؟ تمام. وبعد كده النادي الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي لما كسب نادي الصفاقسي التونسي في ملعب رودز بهدف ابو تريكه الشهير في نوفمبر 2006. البطوله دي تبع موسم 2006 2007. مظبوط. بعد كده الاهلي لما كسب دوري ابطال افريقيا على الصفاقسي لاعب
النجم الساحلي في السوبر في المباراه الشهيره كانت في فبراير من 2007، الماتش اللي هو كان بيتلعب بمناسبه مئويه الكاف اتلعب في اثيوبيا في اديس ابابا. بالظبط الماتش اللي كان ارضيه الملعب كانت سيئه جدا ورطوبه وحر، وكانت مباراه صعبه جدا، ما شفناش كوره. اسوء مباراه السوبر شفناها في حياتنا بصراحه. بالظبط النادي الاهلي كسب النجم الساحلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي وقت الاضافي بالتعادل سلبيا، وبعد كده النادي الاهلي كسب الدوري وكسب نهائي كاس مصر على حساب نادي الزمالك، المباراه الشهيره 4-3 لما نادي الزمالك كان بيتقدم مره ومرتين وثلاث مرات، والنادي الاهلي بيعمل كامباك لغايه لما اسامه حسني في الوقت الاضافي قدر يجيب الهدفين والنادي الاهلي كسب 4-3. فبالتالي يا محمد الموضح، النادي الاهلي حقق 10 بطولات اللي لعب فيهم من موسم، من بدايه موسم 2005 2006 لغايه 2006 2007 كسب ال 10 بطولات كلهم، خمسه بالظبط وخمسه. طيب العوامل، طيب العوامل يا كريم عشان تحقق ثلاثيه تاريخيه في ظل ظروف موسم طويل وماراثوني بسبب الكوفيد 19 والكورونا، اكيد كان في عوامل كثيره، يعني رصدتها ازاي وانت من الناس المحللين اللي بترصد الامور دي بشكل جيد جدا وبترصدها كمان بشكل واقعي من خلال ارقام او من خلال مواقف وامثله؟ شوف طبعا انا في وجهه نظري لقب دوري ابطال افريقيا كان الهاجس الاول عند اداره النادي الاهلي قبل ما نتكلم عن اللاعبين والجهاز الفني طبعا هنتكلم عليهم، ولكن الهاجس الاول كان عند اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب منذ خساره الترجي في رادس في سنه 2018، وبالتالي تم وضع هدف الفوز بلقب دوري افريقيا على يعني ايه على اولويات الاداره ملف الكوره، وواضح جدا جدا التخطيط للقب ده وتفادي اي اخطاء حدثت مش على المستوى الفني بس يا محمد، طبعا اكيد تدعيم الفريق بلاعبين كويسين، انك تجيب جهاز فني كويس طبعا من البدايه طبعا مع ارني فايلر، جهاز ارني فايلر اكيد عمل شغل كتير جدا مع النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي في بدايه المشوار، وبرده على امور اخرى، امور نفسيه وامور اداريه، لان اللقب القادم انت عارف ان هو اصعب من لقب المحلي، ربما النادي الاهلي في الدوري ما لقاش اي منافسه السنه دي، وكلنا كنا حاسين من بعد مرور 10 اسابيع ان اللقب رايح للنادي الاهلي، ان الفجوه بدات تكبر جدا ما بينه وبين اقرب منافس له سواء كان نادي الزمالك طيب. او تمام. نادي بيراميدز. تمام طب سريعا بس وبالتالي طب طيب تقييمك للموسم الجديد او شايف رؤيتك للموسم الجديد شايفها ايه؟ رؤيتك هتبقى عامله ازاي؟ شايف الموسم الجديد هيبقى عامل ازاي؟ طبعا الموسم الجديد هيبقى موسم قوي جدا لان انديه الشركات بدات تكبر والاستثمار المالي بدا يكبر، والناس كلها خلي بالك دلوقتي بقت بتغش من بعض، الناس كلها دلوقتي بقت فاهمه ازاي تختار لعيب، الصفقات كلها شايفين طبعا الانديه الصاعده الجديد بتعمل صفقات كبيره جدا، واعتقد الانديه كمان بدات تعمل يعني قوائم قويه، اكيد المنافسه على الدوري انا في وجهه نظري الشخصيه ربما هتبقى شبيهه للموسم اللي احنا شفناه لسه منتهي، لان ما فيش انديه كبيره قدرت انها تدعم نفسها بالشكل اللي يؤهلها انها تكسب بطوله، انا دي بيراميدز عمل فرقه ولكن لسه ما زال القوام السائد للفريق ما اعتقدش يؤهله انه يقدر يكمل المنافسه للاسابيع الاخيره، نادي الزمالك طبعا بيمر بمشاكل ومشاكل كتيره جدا، هيبقى اكيد امامه كمان بدايه في الدوري قويه جدا، اول 4 اسابيع صعبين جدا من الزمالك لازم يثبت نفسه في اول 4 ماتشات، بس في وجهه نظري ربما المنافسه على لقب الدوري تبقى شبيهه الموسم اللي لسه خلصان. تمام وبطوله افريقيا لسه هنشوف بقى يحصل ايه لما تبدا البطوله الفتره الجايه ان شاء الله. كريم انا بشكرك. اكيد ميرسي جدا محمد. انا بشكرك وسعدت بالحوار معاك لانك من الناس اللي بتتكلم دايما بالواقعيه والمنطقيه، وكل التوفيق ليك ونلتقي معاك الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، وكلام كان مهم جدا على نهايه سيزون كان فيه القاب تاريخيه حققها النادي الاهلي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل عندنا لسه كلام مهم جدا في ترند الترند، ولسه كمان هنشوف مشاركات الجماهير في ختام الحلقه. اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الاخيره من برنامج الترند. طبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن هنستعرض مشاركات الجماهير والرسائل الايجابيه اللي وجهتها الجماهير للاعبين والجهاز الفني. اول حاجه معايا خالد الغزالي بيقول حققوا الاثنين السوبر اللي جايين ووصلوا لنهائي كاس العالم للانديه يا رب باذن الله. محمد عبد المنعم بيقول الخمسه يا اهلي يا رب. يوسف طارق بيقول مبروك يا وحوش مصر وافريقيا، عقبال الرباعيه والخماسيه باذن الله وترجعوا محققين مكان كويس في كاس العالم للانديه، كلنا ثقه
فيكو. طبعا الناس بتتمنى مركز جيد في كأس العالم للأندية خلال فبراير من العام القادم، وأيضا كمان بيتمنوا الرباعية والخماسية، سوبر مصري سوبر إفريقي، كله بتوفيق ربنا. الناس بتجتهد وبتشتغل، وفي الآخر ربنا كاتبه هيكون، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون محقق لبطولات أكتر وأكتر الفترة اللي جاية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.